فاحنا نعمل ايه مع استاذه زينب؟ حضرتك ان تنصحيها هي بايه طيب؟ اول حاجه ترتب تعمل نظام للولد، يعني لما سالتها بيعمل ايه الولد ولا حاجه، بيتنطط بيعمل. طب ما فيش طفل ابدا في الدنيا انه بيعمل كده، في انه ممكن يرسم، في انه ممكن يلعب صلصال، ممكن نجيب له المكعبات، نجيب له الخرز، ندي له حاجات يحلها، ندي له الرسومات يبدا يقلدها، نشغل المواهب اللي عنده، نبدا ندي له اسئله سهله وبسيطه كمعلومات يفكر فيها حتى لو مش عارف المعلومه. على سبيل المثال مثلا هي يعني ايه كلمه النهار؟ انا لما اجي اعرف النهار بالنسبه لطفل 6 سنين المفروض يقول لي يعني ايه الصبح، يعني انا اصحى من النوم، يعني الشمس تطلع، يعني السماء منوره، دي تعريفات. لما تيجي تسال طفل يعني ايه النهار، مش عارف، الدنيا منوره، ما هو ما فيش، انت كده ما نميتيش عنده. ابدا اديله فوازير على شكل فكره، مثلا يا استاذ عم كان في برنامج هايل قوي كنا بنحب قوي نسمعه احنا وصغيرين، فكره برنامج عروستي دوت، برنامج عروستي ده قمه في الروعه وقمه ان يخلي المخ الطفل مبدع. بمعنى ان انا لما امارس برنامج عروستي، فكره عروستي ايه؟ ان انا بجيب شيء وابدا ادي مواصفات لشيء والطفل يفكر فيها. التفكير وتركيب الشيء. احنا عملنا ثلاث حاجات كمان. اول حاجه نمينا اللغه عنده، ان احنا بنتكلم في حوارات وكلمات جديده، غير ان عايز اكل وعايز اشرب وعايز اللعبه وعايز اروح السوبر ماركت اشتري حاجه، كلها حاجات مصطلحات ثابته. لا، انا بدي مصطلحات جديده، بجانب ان انا شغلت مخ فكره الابداع، مركز الابداع عنده انه يفكر، انه يركب الحاجات على بعض يفكر. ثالث حاجه ان انا عرفت الشيء، وليكن مثلا هجيب على فاكهه، هقول له فاكهه مثلا على سبيل المثال فاكهه مدوره، فيقول عروستي ان في منها احمر واصفر واخضر، ادينا عرفته الوان، ادينا عرفته ان الفاكهه دي منها ثلاث انواع او ثلاث الوان، وبتطلع في الصيف او وبتطلع في الشتاء، اي في الصيف طعمها مسكر، ممكن مش عارفه نعملها ايه، فكده انا عرفت. في الاخر هتلاقيه هو تلقائيا هيقول لك ده التفاحه، كده فهمنا مفهوم جديد وعرفنا، شغلنا فكره الابداع عند الطفل. فكره ان انا اخلي الطفل يفكر ويبدع وياخد وقت كده، فكره ان انا اقعد افكر في الشيء، انا بشغل خلايا المخ. بمعنى ان انا شغل خلايا المخ، انت عارف ان بفضل ربنا منن عليه احنا عندنا عدد مهول من الخلايا ولكن لا تستخدم، احنا بنستخدم جزء صغير جدا من المخ. فانا لما اضرب طفل كده وانا قاعده في البيت 10 دقائق في اليوم، مش هيعملوا حاجه، مش هيجوا كلنا كامهات واباء بيبقوا ماسكين الموبايل بالساعات. وممكن بنعمل حاجات لا عائد لها علينا، قاعدين على سين الفيس، قاعدين مش عارفه ايه، كله كلام معاد ومكرر مش داخل علينا باي فايده. لكن انا لما اقعد مع طفلي 10 دقائق اي ساعة، انا ببني جيل بحاله، ببني ابني بيعود لي وبيعود للمجتمع بتاعي، فانا هستخسر فيه ساعة يومية. فهو ده المفروض، يكون ده فكر الاباء والامهات. دي على سبيل المثال. وفي كتير قوي العاب تربوية كتير تفيد الاباء والامهات. تمام. نرجع بقى للسؤال اللي كنا بنتكلم فيه، ايه هو اعطاء اوامر سلبية للطفل، ده بيؤثر عليه؟ اكيد طبعا. الاوامر السلبيه دي برضك بتتنوع، ان انا السلبيه ان انا اجبره على شيء، ده نوع من السلبيه. او ان انا اقول له معلومات خاطئه او اجبره انه يعمل سلوك خاطئ، دي الكارثه الكبرى للامانه. بمعنى ايه؟ ان انا لو مدي اوامر سلبيه، لازم تعمل ده النهارده، لازم تخلص ده النهارده، انا كده خلاص زرعت طفل عنيد 100%. طب اخليه يعمل ازاي من غير ما اصر عليه يعني؟ بص، هو احنا دايما كلنا بنتعامل او بنتعلم بالتقليد، القدوه. انا كاب وام داخل على حياة زوجية، المفروض بقعد أنا وزوجتي أو أنا وزوجي بنخطط إحنا عندنا ولد أو بنت أو أطفال في البيت هنتعامل معهم إزاي، هنبقى قدوة ليهم إزاي. ما هو أنا مطلوبش من حضرتك إن أنت ما تعملش الشيء السيء وأنا بعمله قدامك، صح. طبيعي إنك أنت هتبقى بتقلدني، ما بالك طفل. طفل كل كيانه وكل حياته هو في البيئة اللي حواليه.